أعلنت وزارة الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ يوم الرابع من حزيران الجاري أعلنت طرح خبز القمح الكامل ليكون متوفرا إلى جانب الخبز الأبيض في أفران المناطق المحررة. لمتابعة ومناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس دائرة الصحة في وزارة الصحة الدكتور رياض المحمد. أرحب بك دكتور في نشرة الثانية عشر المفصلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ. حياك الله دكتور. يعني دكتور نبدأ ربما بالحديث عن مادة خبز القمح الكامل من حيث الفوائد وأمور أخرى ربما بتفيدنا فيها دكتور. نعم أستاذ، ممكن نحكي بداية يعني عن الخبز الكامل. الخبز الكامل هو مصنوع من الطحين، طحين وهو هذا السؤال دكتور، يعني نحكي بشكل كامل، يعني أنا هذا السؤال طرحته عليك دكتور، تفضل. نعم الخبز الكامل هو طحين القمح الكامل غير مقشور. نعم، هاي الفائدة الخبز أو الطحين هي بالقشرة. القشرة فيها الفيتامينات، فيها المعادن، بالإضافة إلى المواد الموجودة، البروتينات والكربوهيدرات والسكريات الموجودة في حبة القمح. الفوائد فوائد عديدة. الخبز الكامل يفيد في الشيء المهم هو حالات الإمساك. يعني ما عندنا حالات إمساك في حال تناول الخبز الكامل، طبعا بسبب غنى الخبز الكامل بالألياف. هذه الألياف تساعد في حركة الأمعاء وصحة الجهاز الهضمي، وبالتالي سرعة حركة الأمعاء، سهولة الهضم، وبالتالي ما عندنا حالات إمساك. لأنه أستاذ معروف أن حالات الإمساك تؤدي إلى أمراض اللي هي البواسير، هي سرطان القولون، اللي هي أمراض مزمنة في الجهاز الهضمي. تماما. بالإضافة إلى أيضا مفيد لمرضى السكري، الخبز الكامل مفيد لمرضى السكري. تماما دكتور، أمام كل ما ذكرت يعني والفائدة الصحية وكل النقاط التي ذكرتها، يعني بنستطيع أمام ما ذكرت دكتور أنه بنقول عن هاي المادة أنها مكمل غذائي، وهل جميع الفئات العمرية تستطيع تناولها بشكل يومي ربما أو خلال فترات؟ نعم الخبز الكامل صحي بشكل جيد جدا. نعم، جميع الفئات العمرية تستطيع تناوله، حتى الأطفال يمكن تناوله، حتى مفيد للأطفال خصوصا في مراحل الدراسة، يساعد في زيادة التركيز، تركيز الطفل أثناء التحديد بسبب وجود كميات قليلة من السكر. ليست كميات عالية تؤدي إلى أمراض السكري وأمراض الشرايين وأمراض القلب، لا، كميات السكر تكون محدودة في الخبز الكامل، وبالتالي يحافظ على تركيز الطفل. أيضا الخبز الكامل، أيضا هناك أشخاص يتحسسون من الخبز الكامل أو الخبز الأبيض، فتحسس بمادة الجلوتين يمنع تناول الخبز بشكل. تماما. نعم. بختم معك ربما دكتور بموضوع الخبز الأبيض، كما يعني له فوائد له أضرار أيضا، ما هي أهم الأضرار يعني التي يمكن أن يسببها؟ نعم. الخبز الأبيض، الخبز الأبيض هو أستاذ هو مادة الجلوتين الموجودة في القمح، ما في قشرة، ما في عندنا ألياف، ما في عندنا فيتامينات، ما في عندنا معادن. تمام، فراح يؤدي إلى حالات إمساك. نعم، لأنه التناول الخبز الأبيض في الأمعاء رح يصير عندنا مادة اسمها صمغ الأمعاء، هذه أو مادة غراء. هذه المادة تتجمع في الأمعاء وتبطئ حركة الأمعاء وحركة عملية الهضم. تمام دكتور، هيك من خلال حديثك راح تخليني أميل للخبز القمح الكامل. الدكتور رئيس دائرة الصحة في وزارة الصحة رياض المحمد، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.